رح نبدا اولى حلقتنا مع تقاريرنا المتنوعه. وقدر الاعلام المرئي مكتوب ومسموع انه يكشف ملفات ويفضح صفقات مشبوهه، وانه يكون المرآه اللي بتعكس حقيقه وطن من دون اي تزيف. بال 2012 ومثل كل سنه قدم الاعلام تضحيات وشهداء من اجل الكلمه والصوت والصوره الحره، وجوه اعلاميه جربنا بهالتقرير نعرف من خلالها شو خباية السنة الجديدة، ولو من خلال أمنياتهم نقدر نقرأ كيف ممكن يكون البكرة. تقرير زواج كبير بعدد من البلدان من حول العالم رافقت أيضا الصينيين بالميلاد المجيد. تفاصيل بهالتقرير. المسرحية والممثلة عايدة صبرا، صباح الخير. ينعمل الأعمال المسرحية على مسرح مونو، مسرحية تحت عنوان ديليت. نعم. وهي بإطار بيروت في أعمال ممثلين بالعمل، يعني شفنا بالصور باتريس سنة أربع شخصيات. نعم. ليه اختصرتوا هال لأنه تشيلسي وين؟ تشيلسي